الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. قال الناظم: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هم 25 نبيا، منهم 18 ذكروا في الآيات 83 إلى 86 من سورة الأنعام في قوله تعالى: تلك حجتنا، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط.